سلمى، قديه حلو يكون ختامنا مسك سواء بالحلقه او حتى بالسنه، وقديه حلو نحن نختم مع الاعمال الخيريه واللمسات الانسانيه يلي دائما نحن بنحاول نسلط الضوء عليها وتكون مرافقتنا بكل حلقاتنا. الاعمال الخير للناس المحتاجه، للناس يمكن اللي بحاجه لبس منخفف عنا اوجاعها، ويمكن كل شيء صعب عم تمرق فيه. جمعيه العطاء يلي كانت هي من اسمها يا سلمى، قديش هي حملت مع عطاء كبير وخير كبير إن كان لأي شخص احتكت فيه وللناس المحتاجة. صحيح صحيح يا فرح، ودائما مرافقينا من أول ما بلشوا جمعية صبايا العطاء الخيرية لليوم. نحنا كمان كنا شريكين معهم بنشوف قديش رسموا فرحة على وجوه الناس بأعمار مختلفة وأماكن مختلفة من المحافظات السورية. هاي السنة كان جهدهم موزع بكل المحافظات اللي تضررت، حاولوا يكونوا موجودين مع أهلينا باللاذقية وبحلب و بطرطوس وكل مكان، وايضا خلال المناسبات الحلوه السنه بعيد الميلاد شفناهم وهن عم بيجهزوا لحتى يكونوا مع الاطفال. تجهيزهم لحاله كان هيك اعطانا هي السعاده، وكنا مستعدين وقلنا يا ريت نرجع اولاد صغار لحتى نشارك معهم هالفرح. اكيد سلمى، اليوم رح نحكي عن هي الاعمال الخيريه وجمعيه العطاء وشو عملت ان كان باعياد الميلاد راس السنه وحتى شو خططها المستقبليه. ضيفتنا لليوم سيده كثير مميزه، عليا خيربيك المسؤوله عن جمعيه العطاء الخيريه، ويسعد لي صباحك. كل عام وانت بخير. صباح الخير، كل عام وانتم بخير وانتم المميزين. تسلمي. يسعد صباحك. اهلا، صباح الخير سلمى. يسعد صباحك. يعني دائما هيك محطات متميزة، حبينا السنة نختم مع جمعية العطاء لأنه مثل ما قلت بالبداية كان لكم كثير محطات هاي السنة. خلينا نعمل هيك مثل ما بيقولوا جردة خير، شو كان من أهم المحطات اللي عملتوها هالعام؟ هلا نحن دائما ما كثير بنحب نحكي عن إنجازاتنا، بس السنة كان الدور الأكبر للكارثة اللي مرينا فيها الزلزال. كان فريقنا متواجد مثل ما ذكرتي بكل المحافظات بكل القرى، قدرنا نعمل اللي بنقدر عليه. وهلا بالمناسبة بالكريسماس وبالمناسبات الحلوة كمان عم نكون متواجدين مع الأطفال أكثر شيء. لما بنحكي عن الأطفال يمكن هن أكثر الناس لهم أحقية بالفرح وبالمناسبات، كيف قدرتوا توصلوا هذا الشعور للأطفال أو نسعدهم لو بشكل كثير صغير لأنه هن أحق الناس خلينا نقول أكيد. بهذا الشيء؟ نحن بشكل عام كجمعية نحن بنتوجه دائما للأطفال والمرأة. الطفل بالنسبة لنا هو الأساس، بنحاول نفرحه، بنحاول ما نحسسه بالظروف الصعبة اللي عم يمر فيها البلد. أكثر شيء منخصص بهدايانا وأهدافنا هن الأيتام، بس السنة نحن شوي خرجنا عن الخطة. لما رحنا لحتى نوزع هدايا الميلاد نحن لقينا إنه في كثير أطفال كمان مع أهاليهم بس هن حابين إنه يفرحوا، فكان لهم كمان حصة كبيرة من هالفرحة معنا. أكيد. وأنتي عم تحكي نحن عم نشوف صور لإلك وللصبايا، كمان نوجه لهم كلهم تحية لهم للفريق بوين ما كانوا موجودين بأي محافظة، يعطيكم العافية. خلينا نحكي شوي عن هاي التحضيرات، قديش بتاخذ معكم وقت لما تخططوا وتبلشوا تخططوا لمثل هالفعاليات؟ بشكل عام قبل بشهرين، يعني نحن لحتى نقدر نجمع الهدايا والاحتياجات لكل فعالية حسب شو بتكون بتاخذ وقت شهرين تحضير. نحن هاي السنة قدرنا نغطي عدد كبير من الأطفال، أخذنا لهم ملابس، أخذنا لهم ألعاب، وفعلا نحن اللي انبسطنا أكثر منهم بصراحة بهالفعالية، لأنه كمان كان في بابا نويل و يعني الطقس شوي كان مطر، نزل بابا نويل كأنه من فوق، نزل ايه من فوق كأنه فعلا مثل القصص الخيالية جبتوا لهم اياه. نحن هيك كانت الفكرة إنه نحن نقدر نفرحهم وانبهروا، يعني شو بدي اقول لك، كثير انبسطوا ونحن كمان انبسطنا. فريقنا كلهم الصبايا كانوا تحسيهم عن جد من قلبهم مبسوطين، وكل حدا ساهم معنا كان
شاركوا هن بالتوزيع كمان كانوا مبسوطين انه قدروا يوصلوا هيدي الفرحه لقلوب هالاطفال. يعني نحن عم نشوف يمكن صور بشكل سريع، ما عم نشوف الكواليس، ما عم نشوف قد ايه كان في تعب، قد ايه كان في جهد يمكن وتخطيط من الصبايا كلياتهم وحتى لوقت مشاركه الاطفال. لما بنحكي عن الكواليس عاليه، شو بتحسي، شو بتتذكري اكثر شيء يمكن صعب او ممكن عثرات وقعتوا فيها لحتى يمكن وصلنا لهي الصور او هي النتيجه اللي عم نشوفها هلا؟ هلا عثرات دائما موجوده باي طبعاً. عمل بدك تقومي فيه، يعني بكل مجالات طبعا، بس نحن ما عاد بنفكر فيهم واصلا بننساهم لما بنحقق الهدف. هلا نحن هي السنه كانت الكواليس هي كمان سعادة بالنسبة لنا، لأنه أنت لما بتجيبي شيء للأطفال عم تجيبي هالألعاب وهالهدايا بتحسي يعني أنه بفرحة. فبصراحة كانت التحضيرات هي بدايتها أنه شو رح يحسوا، رح يحبوا هاي، رح ينبسطوا، لا 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 تاخدي هاي، رح يحبوا هاي أكثر. فنحن كان يعني كنا عم نحط حالنا محلهم، وبهي الطريقة قدرنا أنه نحن نختار الهدايا ونوصلها بطريقة أنه فعلا ينبسطوا فيها. أكيد كمان عالية، يعني ما فينا تكوني معنا اليوم وما نروح هيك شوي لجانب شخصي، إضافة إلى أنك أنت مؤسسة هذا الفريق والجمعية، جمعية صبايا العطاء الخيرية، أنت إلك يعني خليني أقول مشروع صغير بلشتي فيه من ماتروشكا اللي كنا ماتروشكا هو مشروع تأسس لحتى أنا أقدر أنه أنا مول هيدي الجمعية، لأنه إحنا كجمعية تمويل ذاتي وما بنجمع تبرعات إلا إذا حدا حاب يساهم من نفسه يعني يتبرع. طبعاً أما نحن ما بنطلب للحقيقة. فالسنة كان ماتروشكا بكل سعادة إلى كتير بصمة إيجابية بهيدي الفعالية تحديدا، لأنه يعني كتير كان في عالم حبوا ياخدوا من ماتروشكا، فكان الريع لحتى نقدر نعمل فعالية حلوة. كتير حلو. إذا بدنا نحكي عن المخططات المستقبلية، شو مفكرين إن كان بجمعية العطاء وحتى ماتروشكا اليوم، شو الجديد اللي نحن متعودين عليه دائما يكون فيه لو تفاصيل صغيرة فهي بتحمل كل جديد؟ هلا ماتروشكا هي مشروع مستمر وهو مشروع كتير غالي على قلبي، لأنه بياخد جهد ووقت كتير، وإن شاء الله يكبر لحتى يقدر يستمر العطاء بجمعية العطاء. جمعية نحن عنا كتير كمان خطط، في جاي مناسبات حلوة كتير كمان، عيد المرأة، عيد الأم، فإن شاء الله رح نكون حاضرين مع السيدات ومع الأمهات مثل كل سنة. وفي عنا كتير شغلات كمان للأطفال رح نحكي عنهم بعدين، لأنه هلأ قيد الدراسة وقيد التخطيط، وهلأ نحن عم نجتمع لحتى نعمل خطة عمل. فإن شاء الله بس يكون كل شيء جاهز نحن أكيد رح نخبركم عنهم، وأنا واثقة أنه أنتم كمان كصبايا رح تكونوا معنا بالفريق مثل ما تعودنا دائما، يعني أنتم سباقين بالتطوع وعمل الخير، فرح نلاقيكم بيناتنا ان شاء الله. اكيد اليوم عايدت علينا عالية بشغل من ماتروشكا شيء يعني وهذا جديد بلشتي فيه البسكويت. ايه هذا كوكيز الكريسماس، جينجر كوكيز وسكر قليل وجينجر كثير، يعني شيء صحي وفيه بهجة انه نبلش سنه جديده. صحيح، يعني عالية كل سنه هيك بنقول عم يكبر هذا المشروع، عم يكبر معه الخير والعطاء. كمان السنه كنتي من المكرمين ضمن فعاليات لعمرها لمناهضة العنف ضد المرأة، أكيد. كنتي ضمن اللجنة اللي كرمت واتكرمتي، خلينا نحكي عن هذا الجزء لأنه أنتم عملتوا كمان شيء بخص المرأة جدا، إن كان بشأن قانوني أو حتى بشأن الدعم النفسي. صح، نحن كجمعية بشكل عام برجع بذكر أنه نحن هدفنا هي المرأة، وأنه تقدر تعتمد على حالها، تقدر تشتغل، تقدر تكون صحيا هي سليمة لتقدر تربي أولادها وتعطي. هلأ إيه من ناحية الشق القانوني، نحن معنا محاميات، الأستاذة ريما، منوجه لها تحية أكيد، منوجه لها تحية. ريما هي مسؤولة عن شق القانوني بالجمعية وبتتكفل بهدول الحالات يلي هن بحاجة استشارة، بحاجة بالقصر العدلي يكون عندهم، بتساعدهم بالترتيبات الأمور كلياتها. وأوقات في منهم ما بيكون عندهم قدرة مادية إنه يوكلوا محامي، هي بتكون حاضرة.
كمان في عنا نحن دعم نفسي وفي عنا أهم شيء تدريب مهني، إنه أي حدا بيحب يتعلم مهنة، أي حدا عنده نية إنه يشتغل نحن بنساعده، إن كان بتدريب، إن كان منسج لدورة، منأمن له مواد العدة لحتى هي تقدر تباشر بمشروعها الخاص، وإن كان هي بحاجة إنه مجرد يكون عندها منصة للتسويق، ممكن تشتغل من بيتها بس هي ما عندها مساحة إعلانية لتروج لعملها. حلو. فنحن عندنا جروب صبايا على الفيسبوك، هذا الجروب عم يكبر وعم نفتح مجال إنه هالصبايا ينشروا أعمالهم من بيوتهم بحيث إنه ما يتركوا أولادهم لحالهم ويقدروا يكون عندهم راتب أو مدخول. كتار منهم من وراء هالمنصة عم يفتحوا مشاريع، عم يشتغلوا وعم بيساهموا بالإعلان، بيروح للجمعية، يعني صاروا عم يدفعوا أجرة الإعلان، هو رمزي نسبة لباقي المنصات، عم يدفعوا أجرة الإعلان ومن هذا الإعلان بيقدروا يدعموا الجمعية. فنحن يعني بنساعدهم وبيساعدونا. الحلو انه نحن لما بنتوجه للمراه يلي هي يمكن شيء كثير اساسي ومهم وهي اساس نجاح كمان العائلات. صح. اذا بدنا نحكي حاجات المراه اليوم كيف عم بتشوفوها، حاجه المراه السوريه بهي الظروف الصعبه بهي الضغوط، مثل ما قلتي اوقات المراه هي بحاجه تشتغل من البيت، ما بتقدر يمكن او ما عندها وقت تترك اطفالها وتتجه لسوق العمل. لما قربتوا اكثر من حاجات المراه، شو شفتوا الشيء الاساسي اللي هي اليوم بحاجه له لحتى نحن نشتغل عليه وندعمه؟ فرص العمل، أكيد الشغل هو أساس كل شيء لحتى تقدر هي تأسس حالها وتأسس أو تساهم ببيتها بتربية أولادها بمصروفها. يعني اليوم الغلاء كتير صار منتشر وبالإضافة الظروف صارت صعبة على الجميع، فاليوم أي حدا بحاجة ل إنه شخصين يكونوا بيشتغلوا، يعني ما عاد في مجال إنه هي بتضلها قاعدة. بالإضافة إنه اليوم صار في كتير عنا حالات إنه بيكون الرجل غائب، إن كان مسافر أو إن كان مستشهد، فهي بتكون مسؤولة عن أطفال. ممكن تساهموا بتوجيه المرأة أنه أنا حابة أشتغل بس ما بعرف من بدي بلش، ما بعرف شو الفكرة اللي تكون موجودة؟ لا لا، إجمالاً كله بيعرف من وين حابب يبلش، لأنه كل حدا هو بيعرف شو إمكانياته، بيعرف كيف وقته، بيعرف كيف هو لشو بيميل، شو حابب يأسس، وين بيلاقي حاله، يعني كل حدا بيعرف حاله هو شو قدرته وشو إمكانياته. فبصراحة أغلبهم بيجوا إنه أنا بس بدي هيك ساعدوني إنه مثلاً بهذا المجال، أو إنه أنا أغلبهم من بيتهم بصراحة بفضلهم مشان أولادهم. أكيد أكيد. عليا، قبل ما نختم حديثنا هيك بدنا نروح لسؤال شخصي. اليوم كنا عم نحكي عن البدايات، عم نحكي عن فرحة رأس السنة وعيد الميلاد، هيك أجواء مميزة، بهي الأجواء كمان أنت بنهاية هاي السنة، شو أكثر شيء ممتنة له أنه هو صار معاكي، وشو حابة السنة الجاية تغيري شيء يمكن ما بدك إياه يرجع يتكرر؟ هلأ على الصعيد الشخصي أنا ممتنة لوجود عائلتي بحياتي، زوجي وبنتي يعني الله بصراحة لك، وأكيد أهلي، يعني أنا أهلي إن شاء الله هيك صحة آمين يا رب والعمر الطويل لهم. بخصوص الصعيد المهني، أنا بتمنى أكيد أنه يستمر، أنه كل شيء حلو يستمر. العثرات دائماً موجودة وبتكون درس، أنا برأيي يعني الواحد بيتعلم وبيحاول يتجنبها بالمرات القادمة. بتمنى أكثر شيء أنه يكون في سلام، يكون في أمان ببلدي. يعني أنا اليوم لحتى أقدر أنجح، لحتى أقدر أستمر، لحتى هي بدي أكون كمان سليمة نفسياً، يعني إنه بصراحة فالنفسية هي أساس. أنا بتمنى إنه يكون في سلام وأمان، وبتمنى كمان إنه كل أهلنا اللي بالخارج ما ينسوا بلدهم، إنه اللي اشتغلوا اللي نجحوا برا إنه يضلوا متذكرين أولاد بلدهم، يضلوا متذكرين قرايبينهم، رفقاتهم، جيرانهم. مو شرط إنه يكون حدا يتيم لحتى نحنا نتذكره، أو يعني اليوم ظروف صعبة على الجميع. أنا بتمنى إنه بالنسبة لهم ممكن يكون مساهمة رمزية، بالنسبة للي جوا البلد بتكون كبيرة. صحيح. فقد ما كانت هالمساهمة بسيطة أنا بتمنى تساهموا، أنا بتمنى ما تنسوا أولاد بلدكم، بتمنى
انه كلياتكم دائما ترجعوا للايام الحلوه، ترجعوا للذكريات الحلوه. هاي البلد بلد الخير، واكيد رح نقدر نرجع نعمرها، بس بدنا اللي برا كمان يساهموا معنا. يعني ما في احلى من هالحكي سلمى، شو بقى ممكن احنا نزيد على هذا الكلام وهي الامنيات الحلوه اللي هي امنيات شخصيه وامنيات عامه بنفس الوقت، بنحملها كلياتنا بقلوبنا. تحيه كثيره كبيره اليوم لكل صبايا العطاء، فردا فردا لكل حدا قادر يقدم لو شيء بسيط لهذا البلد وللاشخاص الموجودين من فكره ومن تامين فرص عمل او حتى تسويق مثل ما قالت ضيفتنا لليوم. بدي اتشكر وجودك معنا كثير لليوم، وبدي اتمنى لك سنه كثير حلوه على الصعيد الشخصي والمهني وعلى عائلتك. شكرا لك. شكرا. انا كمان بتمنى لكم سنه خير وتحقيق الاحلام والامنيات، وان شاء الله يا رب هيك تضلوا بهال طلة الحلوة. وبتشكر الإخبارية السورية وبتشكر سوريا إنه هي دائما أم الكل وفاتحة أبوابها للكل، وكل عام وأنتم بألف وأنت بخير يا رب. وأنت بخير يا رب. شكرا كثير لك مرة ثانية لوجودك معنا، وينعاد عليك وعلى عائلتك الصغيرة وعلى عائلتك الكبيرة. تسلميلي. شكرا تسلميلي. وينعاد عليك سلمى بكل الخير.